ادخل. سلامتك يا ان شاء الله انت ولا انا. مرحبا دكتور. اهلين، كيف حالك؟ كيف حالك يا دكتور؟ ايش اخبارك؟ والله تمام ان شاء الله تكون بخير. والله تمام. كيف الوطن دكتور؟ والله الحمد لله بخير. كيف فلسطين دكتور؟ انت تعبان. والله دكتور ابني فهمان بعاني من التهاب شديد وكحة ومش مبطن ينزل سحلب من مناخيره دكتور. سلامتك يا فهمان، قل لي شو صاير لك. هو اكيد يا دكتور بعاني من التهاب شديد وكحة وجسمه ضرب وقتعش يا دكتور ومش مبطن ينزل سحلب من مناخيره دكتور. طب خليه يقعد غير المضروب اشوفه اليوم. ما في داعي دكتور، ما في داعي. هو اكيد بيعاني من التهاب شديد وشويه سخونه وشويه كحه، وانا وصفت له مضاد حيوي عندي في الدار، بقيت لفهمان هو ما تحسن عليه، فاضطريت اجيب لك اياه هنا. وصفت له؟ خبرتك شو بتشتغل؟ انا بلا فخر فهيم فهمان ابو الفيلم كله، عنده صاحب اكبر عربيه بسوق الاربع، عربيه طحن بسوق الاربع. اربع لما يحملوك هالبعيد، كيف انت بتوصف مضاد حيوي لابنك وهو معاه شويه فلونزا؟ بس بحتاج بعض الراحة وشي منك شوية من المسكنات. مين عفوا دكتور، كلام الكتب ما بعبر الراس، والخبرة هي الأساس، وأبو فهمان مرجع لكل الناس، واسأل مجرب ولا تسأل طبيب، وأنا بقول لك بده مضاد حيوي، أنا بده مضاد حيوي، وبزيادة 10 شيكل، وبمين أكين على أكبر صيدلية، وبزيادة 10 شيكل، أنت دكتور أنت؟ امشي يا بابا. أنت ما فهمان. مش مشكلة أنت. والله خسارة فيك 20 شيء. يا ناس اللي بصير فينا أكبر غلط، واللي أنتم بتفكروه صح طلع أكبر غلط. لا تعملوا مثل أبو فهمان وأمثاله، لأنه هذا أكبر غلط. الحقني يا دكتور، الحقني يا دكتور، ابني فهمان بضيع مني، الولد حالته صعب. ابني بضيع مني يا دكتور. طب فهمني بالراحة. ابني يا دكتور بنام بالعناية المركزة، الولد صعب جدا، حالته خطيرة يا دكتور، الحقني أرجوك يا دكتور. شوي ايش معاه؟ بقول له الدكاترة عنده يا دكتور بكتيريا سلفوسكافية يا دكتور، والولد حالته صعبة جدا يا دكتور. هي هذا الله لا يقومها يا دكتور، بقول له إنها مقاومة للمضادات الحيوية يا دكتور، والولد صعب جدا يا دكتور، الحقني يا دكتور. ساعدني يا دكتور. يا فهمان. هذا بده الدعوات. أنا يا دكتور اللي قتلت ابني بإيدي، كل ما يكح أعطيه مضاد حيوي، كل ما يصير معاه شوية سخونة أعطيه مضاد حيوي، كل ما يصير معاه شوية التهاب أعطيه مضاد حيوي. أنا اللي غلطت ولازم أتحمل غلطي. أرجوك يا رب إنك تسامحني يا رب وتساعدني يا دكتور، خلينا نشوف إيش نعمل يا دكتور. يا رب يا دكتور، يا رب إن ابني يتحسن. لا تلوم نفسك كثير يا أبو فهمان، أنت غلطت وكل الناس غلطوا. العيادات برضو ساهمت وانت ساهمت وكل الناس ساهموا، الصيدليات اللي بتحط الأدوية على الطاولة برضو ساهمت، والشركات اللي بتعمل الأدوية على شكل سوبرمان برضو ساهمت عشان تكسب المزيد. يا حكومات، يا مشرعين توحدوا، يا مستشفيات، يا ممرضين، يا أطباء، يا صيدليات توحدوا، يا جامعات، يا تعليم، يا مؤسسات توحدوا، بدنا نقف في وجه الطوفان قبل لا يغرقنا. ختاما نتوجه بالشكر إلى الطلبة الذين شاركونا في هذا الإسكتش المسرحي. هذا الإسكتش المسرحي يأتي ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية، ويأتي هذا العام في الفترة بين 18 إلى 24 نوفمبر. وكالعادة في كل عام تشارك الكلية الجامعية في هذا الأسبوع بفعاليات مختلفة. هذا الإسكتش المسرحي هو أحد الفعاليات المتميزة لهذه الكلية. إذا تحدثنا باختصار فإن مشكلة مقاومة المضادات الحيوية هي مشكلة طارئة عالمية. هناك معلومات تقول أنه في عام 2050 سيكون هناك 10 ملايين شخص يتوفون بسبب وجود سلالات بكتيرية مقاومة للمضادات الحيوية. هناك آلاف التريليونات من الدولارات ستنفق على هذا الموضوع. إذا لم ننقذ أنفسنا ونعيد عهد المضادات الحيوية
هذا يعني أننا سنعود إلى عهد ما قبل وجود هذه المضادات. منشأ المشكلة للأسف هو الاستخدام السيء والجائر للمضادات الحيوية. لذلك رسالتنا دوما أن المضادات الحيوية كنز يجب أن نتعامل معه بحرص. هذا الكنز يجب أن نحافظ عليه، ألا نزيد في الجرعة المطلوبة، ألا نقلل، ألا نستخدم مضاد حيوي إلا بوصفة طبية، وألا نحاول أن نضغط على الطبيب بصرف المضاد الحيوي. إذا صرف لنا الطبيب مضاد حيوي فإننا يجب أن نستكمل الجرعة حتى النهاية ولا نتوقف عن أخذ هذا المضاد. ودائما نقول أبدا درهم وقاية خير من قنطار علاج. فلذلك ندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم الصحة والعافية.